السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في هذا الفيديو غنتكلموا على موضوع مهم بالنسبة للخريجين الشباب، هو كيفية البحث عن وظيفة في القطاع الخاص. اللي كنعرفوا هو أن الكثير من الشباب بعد التخرج ديالهم كيلجؤوا لمجموعة من التقنيات للبحث عن الوظيفة اللي هي معتادة، منها توجيه المراسلات عبر الزيميل، وربما التقدم لدى الشركات من أجل إيداع الترشيحات ديالهم، وربما كذلك عن طريق العلاقات الشخصية لكل شاب. في حين احنا كنقترح اليوم في هذا الفيديو أسلوب جديد بسيط غير مكلف وعنده نجاعة كبيرة، اللي هو كنصحوا الشباب التوجه لمقاولات حديثة النشأة في المغرب. علاش؟ لان انا كمرشح او كخريج اللي كنحط السي في ديالي او الطلب ديالي عند شركه قائمه اللي عندها 20 و30 سنه او 10 سنوات او اقل او اكثر، انا عندي حظوظ قليله باش نلقى فرصه عمل. لماذا؟ لان هذه الشركه في العشر سنوات او الخمس سنوات الاولى ديالها استوفت جميع الطلبات ديالها في مجال التوظيف، بل عندها اشباع وربما كتكمل بمتدربين. اذا ملي كنحط انا السي في ديالي او الطلب، نسبة إمكانية الحصول على وظيفة خاصة من اللي ما كيكونش عرض عمل حقيقي واضح كتكون ضعيفة، اللي كيخلي كثير من الشباب كيعانيو ما أنه كيحطوا ماكسيموم دو دوموند، وللأسف الشديد لا يتلقون ردود، وهذا طبيعي لأنه مشاو لواحد المكان اللي أصلا هو فيه اكتفاء من ناحية التوظيف. ما أنصحوا به هو التوجه كما قلت المقاولات حديثة نشأة بالمغرب، لي نوفيل زونتربريز كريو ماروك، اللي قدراتها التوظيفية لا زالت في بدايتها، بمعنى لو بوتونسييل دو ريكروتمون ديالك عالي لأنها في بداية التأسيس. وعندنا واحد الأداة غير مكلفة سليمة قانونية مضبوطة، كتكلف 10 دراهم وكتخرج كل أسبوع، اللي هي الجريدة الرسمية أو لو بلتان أوفيسيال. هذا موجود كل أسبوع كيخرج، وهو إطار قانوني صادر من الدولة اللي كيعلن على جميع الشركات اللي كيتأسسوا في كل مدينة وفي كل قطاع، من شركة الصغار للتي بي او للبي بي ام او لغران ستركتور، وكتلقاو فيها بشكل قانوني مدقق جميع المعلومات على أي شركة بغيتوها. كتلقاو رأس المال باش تعرفوا القدرة أو الحجم ديال هذه المقاولة، كتلقاو التسمية ديالها، كتلقاو طبيعة النشاط ديال هذه الشركة اللي كيعطيك تسأل أنت كصاحب كفاءة هل لك مكان داخل هذه المؤسسة. مثلا اللي كنلقى النشاط ديال الشركة هو المطبعة، أنا كأنفوغرافيست عندي غرون بوتونسييل أنني نلقى فرصة عمل في واحد شركة جديدة اللي يلاه تأسست، يعني ملي مجرد خروج جريدة رسمية نحن كنعرفوا بأن هذه المقاولة في البداية ديالها، يعني كنمشي نحط لو سي في ديالي. سيت شويان كوميرسيال كنشوف النشاط المقاولة شنو محتاجاه، إلا كانت في مجال التسويق أو التجارة أو الخدمات، إذن عندي جميع المعلومات اللي كتمكنني أنني نتواصل مع هذه الشركة، عندي العنوان، أكثر من هذا عندي الاسم ديال المسؤول المباشر، المدير، المؤسسين، رأس المال، عدد شركاء اللي كتخليني عندي رؤية واضحة ودقيقة وبشكل رسمي على المقاولة، وما عنديش واحد أو جوج. الاقتصاد المغربي كيدير 30 ألف مقاولة صغيرة متوسطة كل سنة، اللي معدل التوظيف فيها هو 4، بمعنى أن بوتونسييل دو 120 ميل بوست دومبلوا للأسف غير معروفة. المقاولات الصغرى متوسطة في السنوات الأولى ديالها كتلجأ كذلك للعلاقات الشخصية باش توظف. إذا حنا كباحثين على الشغل ما علينا إلا نتعاملوا مع هذه الأداة الرسمية اللي كتعطينا بشكل متجدد كل أسبوع واحد العدد ديال الفرص ديال العمل. ما عليا إلا نختار المدينة ديالي اللي بغيت نشتغل فيها، ما عليا إلا نصنف هذه المقاولات باش نعرف الاختصاصات أو الأنشطة اللي كتلائم مع الكفاءة ديالي، ما عليا إلا أن ندقق يعني نقرا على هذه المؤسسة باش ملي نمشي لعندها كنعرف عند من غادي. يعني فو با اونفوي دي زيميل ادغوات يا غوش بدون ما تكونش عندي واحد الرؤية لمن كنصيفط، لا لشيء، لان باش نتسمى على اساس انني كندير الواجب ديالي والرد ما كاينش. اليوم هذا أداة انصح جميع الشباب يجربوا هذه التجربة وتأكدوا ان شاء الله ستكون لها فائدة على الجميع. الى فيديو لاحق ان شاء الله.